ارجع لي لورا يا احمد. شوي بدي يعمل برضو موجودها هذا مجاني مجاني يعني ممكن ناخذ لا بعدين الله يرضى عليك تسلم يعني هاي يا شيخ هذا المقام يعني اذا حبيت ناخذ نشتري شوف انا مفتوح لا عارفه لازم اشتريه بحبوش الاسنان نشوف وضعك الرياضه سليمه صباح الخير من جامعه حسن ابو ديس اخصائيه التربيه وحتى تحسب الطول والوزن للطلاب والكبار برضه نحكي طبعا بنعمل هذا الشيء نحكي لهم دكاتره خريجين
دم الحج يا زعما ابو محمد كيفك؟ قول لي شو واحد جديد واحد جديد لا مش بهذا الحج بس Thank you.
شرفت مدرسة الحنين الأساسية المختلطة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وبلدية القوع ومديرية الصحة بإقامة يوم طبي مجاني لأهالي بلدة القوع، حيث شارك كل من بنك الدم في مستشفى بيت جالة ومركز الجميل للبصريات والمركز التخصصي للعناية بالقدم وشركة دار الشفاء وشركة بيت جالة لصناعة الأدوية وشركة الجبريني جمعية القوع الطبية وحلويات الفردوس. وكان يوم ناجح حيث تشرفت المدرسة باستضافة أهالي البلدة وتقديم لهم العلاج المجاني. كان يوم ناجح وفاعل حيث قاموا بتقديم مساعدات لأهالي البلدة من خلال تقديم أدوية مجانية وفحوصات دم وغذاء وضيافة لأهالي البلدة، وقام أهالي البلدة بتبرع بالدم لمستشفى الحسين بنك الدم في مستشفى الحسين. والله ما راح يسوي شيء.